السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح، طبعا معكم معلمة هبة الصراوي، معلمة الأحياء للصف العاشر. راح نشرح عن نكمل تصنيف الكائنات الحية. احنا بلشنا بتصنيف الكائنات وعرفنا التسمية وكيف منسمي الكائنات الاسم العلمي تبعها، لكن بلشنا بوحدة بممالك العوالم اللي صنفها كارل ووز. أول عالم اللي هو عالم البكتيريا وخلصنا عنه وشرحنا عنه كامل، وحكينا إنها البكتيريا كائنات صغيرة جدا لا يتجاوز حجمها من 0.5 لـ5 مايكرومتر. لها قد تكون مفردة أو على شكل ثنائيات أو مجموعات عقدية، وحكينا عن الطلائعيات. هلأ رح نرجعنا نشرح عنها كمان شوي. شرحنا عن الطلائعيات والأوليات وفي عندي طبعا عالم حقيقية النواة اللي هي تقسم لأربع ممالك: حيوانات، نباتات، وفطريات، وطلائعيات. شرحنا عن الطلائعيات، لكن اليوم رح نكمل عن الفطريات. طبعا إذا شفنا لاحظنا عندي هون هاي أميبا تصنف من الأوليات والطلائعيات، شرحنا عنها وحكينا أنها بتتحرك بالأقدام الكاذبة. عندي الطحالب، الطحالب اللي هي تحتوي على الصبغات، صبغة الكلوروفيل طبعا لها 3 أنواع. إذا كانت خضراء بنسميها طحالب خضراء، في طحالب تحتوي على صبغة بنية أو حمراء حسب نوع الصبغة الموجودة فيها. وفي هون عندي أشكال من الفطريات: الفطر الذي قد يكون سام أو نافع، في فطريات نافعة وفي فطريات ضارة مثل ما إحنا شايفين. إذن حقيقية النواة هي كائنات غلافها النووي محاط مادتها الوراثية محاطة بغلاف نووي، وصنفناها لأربع ممالك رئيسية اللي هي الطلائعيات، الفطريات، النباتات، والحيوانات. مملكة الطلائعيات حكينا إنه عندي مملكة الطلائعيات تحتوي على أكثر من 80,000 نوع من الكائنات حقيقية النواة، بعضها أحادي وبعضها عديد، يعني وحيدة خلية أو عديدة خلايا. الطلائعيات طبعا هي الأكثر تنوع واختلاف بين الممالك الستة كلهم، عددها يصل إلى 80,000 نوع. في بعض الطلائعيات تشبه النباتات، تشبه الطحالب. في طلائعيات شبيهة بالحيوانات بنسميها أوليات. إذن الطلائعيات اللي بتشبه النباتات بنسميها طحالب، فيها من خصائص النباتات لأنها تحتوي على صبغة الكلوروفيل. وفي طلائعيات شبيهة بالحيوانات إلا تأخذ من خصائص الحيوانات، يعني تتحرك بحركتها أو نموها، بنسميها أوليات. والطلائعيات الشبيهة بالفطريات أيضا تأخذ من خصائص الفطر. إذن الخصائص اللي عندي للطلائعيات: أولا حقيقية النواة وحيدة الخلية وبعضها متعدد، بعضها يشبه النبات لوجود صبغة خضراء ويستطيع القيام بالبناء الضوئي، وبعضها يشبه الحيوان لقدرته على الحركة، يعني إذا كان بيقدر يتحرك بالأهداب أو الأصوات بحكي شبيه بالحيوان، إذا في صبغة خضراء كلوروفيل ويستطيع القيام بالبناء الضوئي بسمي طلائعيات شبيهة بالفطريات بالنباتات. وبعضها غير ذات التغذية مثل الفطريات، الفطريات غير ذاتية التغذية. سؤال، لو أجاك سؤال: لماذا يطلق على بعض الطلائعيات أنها تشبه النباتات لقدرتها على البناء الضوئي؟ إذن بعض الطلائعيات لماذا يطلق عليها أنها شبيهة بالنباتات لقدرتها على البناء الضوئي، أو منقول لأنها تحتوي على صبغة الكلوروفيل الخضراء. ممكن نقول فسر لماذا بعضها مثل الأميبا والباراميسيوم، هدول طلائعيات، لماذا ليش بنحكي عنها تشبه الحيوانات؟ أيضا لقدرتها على الحركة بالأقدام الكاذبة والأهداب. هذا هو الجواب. طبعا هاي أشكال متنوعة للطلائعيات كاملة اللي أخذناها شبيهة بالحيوان أو بالنبات أو بالفطريات.
نيجي لمملكة الفطريات. مملكة الفطريات هي كائنات أغلبها متعددة الخلايا، طبعا ما عدا الخميرة، الخميرة تعد من الفطريات. لديها جدار خلوي، جدارها الخلوي مكون من مادة اسمها الكايتين. هي غير ذاتية التغذية، هي تاني خاصية للفطريات لأنها بتفرز أنزيمات هاضمة وبتمتص المواد. أمثلة على فطر المشروم الكمأة أو العفن الفطري اللي بنشوفه على عفن الخبز، في عندك عفن الجدران، فطر المشروم اللي بناكله. في زي ما حكينا في فطريات نافعة وفي فطريات ضارة. إذن هي متعددة الخلايا أغلبها لها جدار يتكون مادة الكايتين غير ذاتية التغذية. إذن أهم خصائص الفطريات، أهم خصائص الفطريات: حقيقية النواة لأنها مملكة من ممالك حقيقية النواة، أغلبها متعددة الخلايا ما عدا الخميرة، فطر الخميرة وحيد، جداره يتكون من مادة الكايتين غير ذاتية التغذية لأنه ما فيها مادة الكلوروفيل الخضراء فهي غير ذاتية. تحصل على غذائها إنها بتفرز إنزيمات هاضمة تعمل على امتصاص المواد الغذائية. هدول خصائص الفطريات، خصائص الفطريات. نيجي نقارن بين الطلائعيات أو الفطريات، هذا الجدول مهم جدا. راح نقارن بينهم من حيث أول إشي نوع الخلية. التنتين يعدوا من حقيقية النواة لأنها من نفس المملكة، الطلائعيات والفطريات حقيقية حقيقية. سطح الخلية، جدار الطلائعيات بيحتوي على سيليلوز وغشائها يحتوي على أحماض دهنية، أما الفطريات جدارها يتكون من مادة الكايتين وغشائها أحماض دهنية. إذن هاي الطلائعيات جدارها من السيليلوز، أما الفطريات كايتين. تركيب الجسم، الطلائعيات معظمها وحيدة وبعضها عديد، أما الفطريات العكس معظمها عديدة خلايا ما عدا الخميرة حكينا وحيدة خلية. التغذية، الطلائعيات ممكن تكون ذاتية أو غير ذاتية، حكينا في بعضها ذاتية وفي بعضها غير ذاتية، أما الفطريات تكون غير ذاتية التغذية تفرز إنزيمات هاضمة بالامتصاص. هذا الجدول مهم يجب تنزيله. إذن هذه الممالك اللي حكينا عنها مهمة جدا. حكينا الطلائعيات والفطريات كلاهما حقيقية، هاي جدارها من السليلوز، أما الفطريات جدارها من الكايتين. يرجى إنزال تلخيص الدرس، مهم جدا، واجب رح يكون إن شاء الله مرفق بورقة العمل، سيتم إبلاغكم عنه. ويعطيكم ألف عافية.